عندي فكرة حلوة قوي 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 تروح بيها لربنا في العشرة الأواخر. أنا امبارح قلت فكرة الخلوة مع الله. عندي فكرة تانية النهاردة. أنا دماغي بتفكر إزاي؟ إيه الحاجات اللي أروح له بيها؟ اعتقني، بلغني ليلة القدر. قعدت أفكر لقيت فكرة جميلة قوي. هو إيه من مميزات ليلة القدر؟ هي ليلة مكثف فيها العطاء، هي أصلا محدودة مكثفة من المغرب للفجر، والعطاء مكثف قوي 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 قوي. عارفين في عالم التكنولوجيا النانو تكنولوجي والتكثيف تكثيف 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 تكثيف، هي ليلة القدر كده خير من ألف شهر. مش قد ألف شهر، مش تساوي، لا لا لا، أحسن أحسن، ما قالش مثل ألف شهر، خير. يعني لو ألف شهر عبادة الليلة دي أكتر، ده أنا في الجنة حتف. ويا ترى خير في الآخرة ولا خير في الدنيا كمان؟ هي بركة العمر كله طبعا. عشان كده في آية تانية بس احنا مش حافظينها، إن أنزلناه في ليلة مباركة مكثف فيها العطاء ببركة غير عادية. طيب إذا كانت الليلة دي مكثف فيها العطاء، لماذا لا تكثف عطاءك انت؟ فكرة اليوم الذهبي، يعني تعمل حاجات كتيرة قوي بيحبها ربنا في يوم واحد. يا رب أنا كثفت عطائي وهذه ليلة تكثيف عطائك، فقابلت عطائي المحدود بعطائك اللا محدود، فأكرمني على قد ده، على قد قدرتي المحدودة. بس أنا مش جاي لك صايم وبس، أو قمت الليل وبس، لا يا رب، ده أنا جاي لك بيوم ذهبي. أنا عايز أعمل حاجة كتير 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 كتير. على فكرة الفكرة دي مش فكرة من دماغي. ليه؟ هو إيه قيمة يوم عرفة؟ إنه مكثف فيه العمل، صيام والصدقة والنحر والذبح والدعاء مستجاب، فاهم فكرة التكثيف؟ فكرة التكثيف هي فكرة دينية على فكرة، بس إحنا مش واخدين بالنا منها. هو النبي كان بيعمل إيه في العشرة الأواخر؟ تكثيف، اعتكاف، صدقات، صدقات كتيرة جدا، مش فلوسه بس، كل أنواع الصدقات، مراجعة القرآن مرتين، قيام ليل طول الليل، صلة رحم، عمل خيري. عمل خيري جبت منين الكلام ده؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جوادا معطاء. الجود أعلى درجات الكرم، في كرم وفي سخاء وفي جود، فالجود أعلى درجات الكرم. كان رسول الله جوادا، وكان أجود ما يكون في رمضان، ملقوش كلمة فوق الجود، فقالك يعني ما فيش كلمة في اللغة العربية فوق الجود، وكان أكثر ما يكون جوادا في رمضان، فهو كالريح المرسلة. كل أنواع العطاء تكثيف، كالريح المرسلة. إيه ده سيدنا عبد الله بن عباس؟ ده عميق قوي. مش معنى شبهه بالريح المرسلة؟ مش النسمة، النسمة بتيجي وتقف، الريح المرسلة بتعم. اللي يستاهل واللي ما يستاهلش. خد 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 عطاء، خد هدوم، افتح بتاعت الهدوم، خد أكل، خد فلوس، خد هدية، خد ابتسامة، خد كلمة حلوة، خد جبر خاطر، عطاء عطاء تكثيف، كله كله طلع كله طلع، عشان دي ليلة عطاء شامل، وجهها بعطاء شامل. الله، كان رسول الله جوادا، وكان أجود ما يكون في رمضان، فهو كالريح المرسلة. مش كفاية، حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، قرآن والنبي راجع مع جبريل القرآن آخر سنة مرتين، ده قرآن كتير قوي، وكان يقوم حتى تتورم قدمه، ومع ذلك كان يعتكف، ومع ذلك كالريح المرسلة، ومع ذلك يخرج مع زوجاته يوصلها لغاية بيتها أثناء الاعتكاف. ود ود إيه ده؟ طب ما هي الفكرة هي موجودة في ديننا. أتمنى أن يصطفيني الله في ليلة القدر. أنا جاي يا رب، أنا مش جاي كده بحاجة بسيطة، أنا عايز أشحن كل ما عندي. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، مش خير واحد. شوف التكثيف، يسارعون في الخيرات. مين بقى دلوقتي دماغه بتجمع معايا وهو بيشوفني دلوقتي، ها هعمل إيه بقى؟ كويس، أنا متشكر قوي إنك بتقول الكلام ده ليلة 21. أنا إيه الحاجات، مجموعة الحاجات اللي عايز أروح لربنا بيها؟ عايز أصل رحمي، وفي رحم مقطوعة أنا حوصلها النهاردة،
علشان أروح لربنا بيها. بيحكي لي واحد صديق لي إسماعيل، بيقول لي كانت رحمي مقطوعة، جيت في العشرة الأواخر، القصة دي قديمة من سنة 2000، هو اللي بيحكيها لي بنفسه. بيقول لي جيت في العشرة الأواخر من رمضان وأخويا مقطعين بعض على ميراث، والعيال منعينهم يكلموا بعض، ولاد العم والله يا والله يا حرام كبير، وعشرة أواخر. لقيت نفسي قلت له اشهد يا رب على اللي هعمله، بلغني ليلة القدر، نفسي اعمل عمرة. قمت رافع التليفون على اخويا بقول لك ايه، اللي فات مات، وقف القضايا وانا وقف القضايا ونقعد نحلها ودي، وانا هكون متسامح جدا، بس رجع الاولاد يسالوا على بعض. بيقول لي قفلت السكه وانا ببص للسماء ودموعي بتجري، اشهد يا رب اشهد يا رب. بيقسم لي اسماعيل، بيقول لي والله العظيم الليله دي نمت رايت رسول الله في المنام. بيقول لي يا اسماعيل يلا البس لبس الإحرام، أنت طالع معايا عمرة. قول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نفسي يصطفيني ويختارني، أنا جاي لك بحاجة كتير يا رب، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. أنا جاي لك بكذا وبكذا، اقعدوا فكروا يا جماعة هتروح له بإيه؟ أنا جاي لك بصلاة رحم، وأنا جاي لك بإطعام طعام، وأنا جاي لك بقيام، وجاي لك بتهجد وخلوة مع الله عشان كلام امبارح، وجاي لك بذكر، وجاي لك بنية صافية، وجاي لك بتوبة، وجاي لك بتقوى، وجاي لك وجاي لك وجاي لك. واذكر عبدنا داوود ذا الأيدي. يعني ذا الأيدي؟ هو مش عنده إيد وإيدتين بس؟ ليه سماه ذا الأيدي؟ له أيادي كتير في الخير. كل ما تلاقي خير تلاقي يدي فيه. تعرف تعمل كده في العشرة الأواخر؟ تكثيف العطاء، أنا جاي لك يا رب بكل ما عندي من عطاء. وبرضو أقول لك الفكرة دي موجودة في ديننا أكتر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وسط الصحابة، من منكم صلى اليوم الفجر في جماعة؟ سيدنا أبو بكر، أنا يا رسول الله. من منكم عاد اليوم مريضا؟ أنا يا رسول الله. من منكم اليوم أصبح متصدقا؟ أنا يا رسول الله. من منكم اليوم أعان محتاجا؟ أنا يا رسول الله. ما اجتمعنا. من منكم اليوم أصبح صائما؟ أنا يا رسول الله. فقال النبي ما اجتمعنا في امرئ مسلم قط إلا دخل الجنة. اللي يعرف يجمع الحاجات دي في يوم، يوم ذهبي. وكذا 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 وكذا. ومش كلهم عبادات، عبادات ومعاملات وصلات. طب حديث ثاني، للجنة ثمانية أبواب، حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان من أهل الصلاة دخل من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دخل من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دخل من باب الريان، ومن كان من أهل الجهاد دخل من باب الجهاد. فقال أبو بكر الصديق يا رسول الله، هو برضو أبو بكر هو مهتم بحكاية تكثيف العبادات دي، وهل لأحد أن يدخل من كل هذه الأبواب؟ فابتسم النبي وقال نعم يا أبو بكر، وإني لأرجو أن تكون منهم. طب أنا جاي بقى أزود عليها فكرة كمان، إحنا من أول من رمضان عمالين نتكلم على منازل الروح السبعة وإنها بتبني الحياة. طب ماذا لو عشت بالمنازل السبعة في العشر الأواخر؟ المنازل السبعة: التقوى، اليقين، توكل، تسليم، الرضا، العبودية، محبة الله. أنا هتقي ربنا قوي، أنا ربي يقيني فيك إنك هتكرمني بعد رمضان زاد قوي، أنا متوكل عليك يا رب في مشروعي اللي أنا ماشية فيه، حموت نفسي شغل بإحسان، أنا يا رب مسلم ليك في المصيبة اللي عندي وداخل بيها رمضان، أنا معاك يا رب، أنا راضي يا رب، أنا راضي عن قدرك قوي الفترة دي، أنا فاكر المعاني دي، أنا يا رب هعبدك العبودية بأقصى ما عندي، أنا يا رب بحبك. طب وازاي اجمع السبعه دول مع بعض؟ ورد الذكر اللي هتقوله كل واحد منه بيخدم على واحده من المنازل السبعه، فالاستغفار هيزود التقوى جواك وهيخليك فاكر المنزله، وانت بتستغفر افتكر التقوى، واليقين هيقوي لا اله الا الله، والتوكل هيقوي حسبي الله ونعم الوكيل، والتسليم هيقوي لا حول ولا قوه الا بالله، والرضا هيقوي الحمد لله، ذكر الحمد لله، والعبوديه ومحبه الله هيقويها،
الباقيات الصالحات كلهم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، كل واحدة منهم مية. تخيل إن أنت تجمع السبعة تبقى عايش بيهم. ابتلاءات تسليم، نعم رضا، مشروع توكل أو هدف توكل، حاجة نفسك فيها بعد رمضان، يقين، حسن ظن بالله، تقوى شغالة اليوم بيوم خطوة بخطوة. يعني أنت في العشرة الأواخر عايز تعطل ملك الشمال ما يلاقيش حاجة يكتبها، ملك الشمال مش لاقي حاجة يكتبها، معطلنا ملك الشمال، ملك اليمين بس تقوى على أقصى درجة، بس إحنا بشر بنغلط، استغفار. ومن كتر ما أنت بتذكره وبتتعبد إليه أنا بحبك يا رب تلاقي الحب جه. هل تستطيع إنك تجمع كل الحاجات دي في يوم واحد في 10 أيام وتعيش بيها؟ طب إزاي أجمعهم؟ تخيل بقى، أنا عايزك تتخيل 10 أيام اللي جايين. المعاني الروحية 7 مليين قلبك، والذكر بيساعدك، وبتتحرك في الحياة، عيادة مريض، صلة أرحام، صدقة، قيام ليل، دعاء، استغفار، ورد ذكر، لمة عيلة على الفطار، جبر خاطر إنسان. معقولة تكثف كل ده؟ إن شاء الله تجيب ليلة القدر، إن شاء الله توصل لليلة القدر ببركة هذا التكثيف وهذا التجميع لكل العبادات دي في يوم واحد. دي الفكرة اللي كنت عايز أقولها لكم النهارده. اجمع عباداتك وألفها. طيب إيه القاعدة اللي إحنا بنقولها النهارده؟ إذا أعانك أن تعيش بالمنازل السبعة مجتمعة فقد فتح لك أبواب الحياة الطيبة، وفتح لك باب الإحسان، وفتح لك باب القبول. حياة طيبة، السبعة دول هم الإحسان، إن شاء الله من المقبولين.